عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير جميعا يا جماعة. النهاردة يا جماعة أنا هتكلم في موضوع مهم جدا جدا وأنا اتكلمت فيه قبل كده. لو دخلت موقع وزارة الهجرة مكتوب ادفع الورق بنفسك، لا تحتاج إلى محامي. خش الموقع بنفسك وهتشوف. بمعنى أنك أنت يا صاحبي لما تيجي تقدم على أوراق، سواء أنت داخل سايح وعاوز تعمل إقامة أو عاوز تستثمر، أو أنت موجود داخل الأراضي في أمريكا الجنوبية ماشي وزوجتك حامل وولدت، عاوز تدفع بالأوراق المولود والحاجات دي، ما بتحتاجش محامي يا صاحبي، ما بتحتاجش محامي. روح بنفسك في وزارة الهجرة وقدم ورقك، ولكن كل اللي بتحتاجه ترجمة الأوراق فقط. لو أنت جاي من بلدك ونسيت تترجم بعض الأوراق بتقدر تترجمها هنا، وفي بعض الأوراق بتختمها من سفارة بلدك، ولكن السفارة ولكن معظم السفارات ما فيهاش ترجمة يا جماعة، بيختم لك فقط. أتحدى أي سفارة يقول لك أنا عندي ترجمة، مفيش ترجمة داخل السفارة يا صاحبي، ترجمة فقط بتختم لك الأوراق. وبعدين في ملحوظة مهمة جدا جدا، بعض السفارات ما بترضاش تختم الورق إلا ما يكون ورقك مختوم شهر عقاري ماشي ووزارة الخارجية. صدقني لو انت رايح بالورق فاضي كده، بعض السفارات مش كلها يعني، لازم يكون ورقك عليه اي ختم من بلدك ماشي، انت فاهمني؟ بمعنى يعني انت معاك ورق فاضي، شهادة ميلاد فاضية خالص مش على اي اختام، بعض السفارات بترفض وبعض السفارات بتوافق، انت وحظك. وملحوظة مهمة جدا جدا يا جماعة، الدفع في السفارات بالدولار. ايه السر؟ معرفش. يعني انت مثلا موجود في الارجنتين وهتديله بالبيزو الارجنتين ويقول لك لا انا عاوز بالدولار، ايه السر في كده؟ انا معرفش والله. يا عم انا بديك بيزو ارجنتين انا عايق في الارجنتين اهو، يقول لك لا لازم تدفع بالدولار. ماشي يا صاحبي؟ فانت ما بتحتاجش محامي يا صاحبي، ما بتحتاجش محامي نهائيا والله العظيم، كل اللي بتحتاجه ترجمه الاوراق فقط، وبتحتاج شخص بيتكلم اسباني ماشي، يكون بيتكلم اسباني كويس، يتحرك معاك، يروح معاك وزارة الهجرة، يروح معاك الميجراسيون، يروح يتحرك معاك فقط. لكن ما بتحتاجش محامي يا صاحبي للمرة الألف. أي حد يقول لك تعالى يا عم أنا عندي محامي يخلص لك ورقك، أنا عندي محامي هيسرع لك الورق، ما فيش حاجة اسمها تسريع الورق يا صاحبي، ما فيش حاجة اسمها تسريع الورق. الورق بيختلف من شخص لشخص ومن مقاطعة لمقاطعة، حسب ورقك كامل أو ناقص، وحسب ورقك محتاج ترجمة، محتاج، مفيش حاجة اسمها تسريع الورق يا صاحبي نهائيا. ماشي يا صاحبي؟ هو بتختلف من مقاطعة لمقاطعة، وبتختلف من مكان لمكان، وكل ورق شخص بيختلف عن التاني. بمعنى انك انت مثلا ورقك ناقص، في شخص ورقه كامل المعاملة بتاعته بتكون سريعة لوحدها. لكن خلاصة القول، لا تحتاج محامي داخل دول أمريكا الجنوبية لتسريع الورق.